شو النهاردة أعزائي المشاهدين ومن أفكار المشاريع الصغيرة الغير مكلفة إطلاقا وبرأس مال بسيط جدا، ماكينة صغيرة ممكن تشتغل بيها من بيتك اللي هي قدام حضراتكم. وهذه الماكينة لها مميزات كتير جدا، سعرها غير مكلف وسعرها بسيط ومناسب لناس كتير جدا من الناس اللي حابة تبدأ مشروع النهاردة. تابع الفيديو للنهاية عشان تستفيد بكل حاجة في هذا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي مشاهدي قناة نشر كل يوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو أو كل مشروع أول بأول. لو عندك أي استفسار ترسلنا في التعليقات، كمان لو عندك فكرة مشروع جديد مش موجود على القناة تمنى ترسلني في التعليقات وإن شاء الله يكون موجود على القناة في أقرب وقت. فكرة مشروع النهاردة وهي تصنيع البونبوني أو الحلوى الصلبة. طبعا كلنا عارفين هذا النوع من المنتجات تكون بناكلها، لكن هنا طبعا شرط ان انت تصنع هذه الحلويات من مواد خام صحيه، مواد خام غير ضاره. مشروع النهارده اعزائي المشاهدين مشروع منزلي بحت، تقدر ان انت تنفذه بكل سهوله من المنزل. مشروع ماكينه رهيبه جدا، فكره النهارده سهله وبسيطه وهتكون عن طريق ماكينه صغيره. الماكينه ديت بتشتغل بدون كهرباء، وفي ماكينات بتعمل بالكهرباء، هنعرض حضراتكم ان شاء الله في خلال الفيديو انواع الماكينات اللي انت ممكن تشتغل بيها. لكن ممكن في البدايه تشتغل بالماكينة بدون كهرباء، طبعا بتكون ماكينة موفرة جدا في الكهرباء، بتشتغل بشكل يدوي وشكل سهل جدا بدون مجهود كبير، بتحتاج عامل واحد فقط ممكن تكون حضرتك في البداية. بعد كده ممكن تستعين بالماكينة الكهرباء. الماكينة الكهربائية بتعمل بجهد كهربائي 220 فولت، يعني 2 فاز، يعني ممكن زي ما قلت لك تشتغل بيها في البيت بدون اي مشكلة. تحتوي على عدة قوالب لصناعة الحلوى، مش قالب واحد، في اكتر من 50 قالب، 50 شكل ممكن ان انت تشتغل بيهم في صناعة الحلوى. بيتم طبعا تبديل القوالب بكل سهولة. تقدر هذه الآلة صناعة مجموعة كبيرة جدا من الحلويات بأشكال مختلفة. زي ما قلت لك مش بتحتاج عمالة كبيرة، وشخص واحد ممكن هو ينفذ هذا المشروع. طب نيجي نتكلم على ايه المطلوب لهذا المشروع عشان ابدأ انفذه. المطلوب لهذا المشروع حاجات بسيطة وسهلة جدا. اول حاجة هتكون الآلة الصغيرة اللي قدام حضراتكم، والآلة دي انا هسيب لك في صندوق الوصف الشركة الموردة لهذه الماكينة. في نهاية الفيديو ان شاء الله هنستعرض مع بعض الموقع وعرض السعر اللي جاني من الشركة والاسعار وكل المواصفات الفنية للماكينة. الماكينة بتركب فيها اسطمبة بالشكل المطلوب، يعني اي شكل انت عايزه، مش شرط الشكل اللي قدامك. تحتاج كمان ترابيزة او اتنين من الستانلس دول علشان تحط عليهم وتفرد عليهم المنتج بتاعك او المادة الخام بتاعتنا. كمان تحتاج حلة من الستانلس ومصدر حرارة عشان نجهز فيه المنتج بتاعنا. اخر حاجة تحتاجها وهي العبوات البلاستيك، ودي ممكن تجيبها من اول كيلو، 5 كيلو، 10 كيلو، 20 كيلو، 25 كيلو، او على حسب طريقه تسويقك للاشخاص اللي انت هتستهدفهم، هل هم تجار تجزئه ولا تجار جمله. النقطه اللي بعد كده وهي المواد الخام المطلوبه لهذا المشروع. احنا قلنا ان المواد الخام مواد سهله ومتوفره، ودي مواد سهله جدا ومتوفره جدا في كل الدول العربيه. اولهم هيكون وهو السكر، طبعا السكر متوفر في كل الدول. الحاجه الثانيه الميه، ثالث حاجه عسل الجلوكوز الطبيعي، الوان طبيعيه غير ضاره صحيا، وبعد كده نكهات طبيعيه. كل الحاجات دي متوفره في الدول العربيه، في اغلب الدول العربيه ان شاء الله موجوده، مفيش اي مشكله فيها. وطبعا صناعه الحلوى من اسهل ما يكون. هل المواد المستخدمه في انتاج المنتج النهائي ضاره ولا لا؟ طبعا اي انواع حلويات موجوده في السوق سواء للاطفال او الكبار لازم بيدخل فيها مكونات الوان صناعيه، لكن الالوان في منها نوعين، يعني اي منتج بيكون فيه الوان بيكون فيه نوعين، نوع ضار وده رخيص في الثمن، وفي انواع مواد غير ضارة لانها مصنعة من الوان طبيعية. يعني لو شفت كل الحلويات هتلاقيها ملونة، وده من اهم خصائص الحلوى انها بتبقى مصنعة للاطفال فلازم يكون فيها الوان. لكن المتحكم في استخدام الالوان الضارة اذا كانت رخيصة او الالوان الطبيعية اللي هي اسعارها عالية شوية، صاحب المشروع او حضرتك هو الشخص الوحيد المتحكم في العناصر المصنعة للمنتج. يعني حضرتك اللي بتحدد هل انا هجيب الوان صناعية اشتغل فيها ولا هجيب الوان طبيعية بيكون لها جودة كويسة وليها شكل كويس وليها مذاق كويس. فطبعا الجزئية دي او النقطة دي المتحكم فيها بالظبط حضرتك المستخدم للمواد المصنعة للمنتج. طريقة تصنيع المادة الاولية للمنتج، طبعا الطريقة سهلة جدا ومن مواد مش مكلفة ومواد موجودة في السوق. رقم واحد، بنخلط السكر بالماء على درجة حرارة عالية جدا تصل الى 310 درجة. بعد كده بيتم وضع الخليط على ترابيزة من الستانلس ستيل زي ما قلت لك، وفردها عشان تقليل درجة الحرارة اللي بتكون عالية جدا.
الحاجة التالتة بنضيف اللون، وزي ما اتفقنا الألوان بتكون ألوان طبيعية غير ضارة، ألوان صناعية طبيعية حتى لو مكلفة شوية، بس أفضل في اللون والطعم وجودة المنتج. وفي نقطة برضو هنا مهمة جدا، ان انت ممكن تستغني عن اللون وتضيف حمض الستريك، ده بيعطيك لون أخضر للخليط، بعد كده بتضيف صودا الخبز، وكل المواد دي موجودة في السوق وفي مصر هنا متوفرة في شارع باب البحر في الفجالة في وسط البلد في منطقة رمسيس، اكيد في اي بلد عربي كمان المواد دي هتلاقيها ان شاء الله متوفره، لانها مواد زي ما قلت بسيطه وليها استخدامات تانية، فان شاء الله متوفره في كل الدول. الحاجه الرابعه بنقوم بتقليب الخليط، لان الجزء العلوي بيكون درجه حرارته بارده شويه او قلت شويه، لكن السفلي بيكون لسه درجه حرارته سخنه، فبالتالي بنضطر ان احنا بنقلب الخليط عشان خفض درجه الحراره. بعد مرحله التبريد وخلط العجينه بيتم وضعها على خطاف يدوي زي ما هو معروض في الفيديو قدامك، وطريقه تصنيعه سهله مش محتاجه انك تبحث عنه كتير، لكن لازم يكون من ماده غذائيه مش حديد او اي ماده قابله للصدأ وخلافه. الحاجه السادسه، بعد المرحله دي بتكون العجينه وصلت لمرحله التجهيز بنسبه 90%، هتبقى بس ان انت بتقوم بتقطيعها الى قطع صغيره عشان توضعها على الماكينه لانتاج المنتج النهائي. اخر خطوه بعد كده، بعد مرحله التجفيف يكون عندك المنتج جاهز على التغليف في ورق سلوفان او معبأ بكميات كبيره زي 5 كيلو 10 كيلو و20 كيلو و50 كيلو، ده لبيع الجمله. نيجي نتكلم على حاجه مهمه جدا وهي تسويق لهذا المنتج. رقم واحد عندنا طبعا، ورقم اتنين ورقم تلاتة، وهي صفحات التواصل الاجتماعي. احنا عارفين النهاردة اكتر وسيلة ممكن تتواصل بيها او ممكن توصل بيها للعملاء المستهدفين وتعتبر من اسرع واسهل الطرق، وهي صفحات التواصل الاجتماعي. فلذلك تصميم صفحة على موقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وتويتر والتيك توك والحاجات دي كلها تعتبر من اسهل واسرع طرق لعملية تسويق المنتج. الحاجة التانية النشر في صفحات وفي الجروبات. الحاجة التالتة كتابة منشورات هادفة وتذكر فيها كل التفاصيل زي وزن الكيس وكم قطعة في الكيس وارقام الهواتف للتواصل، وبتوضح الاسعار والعنوان وطريقة الحصول على المنتج. الحاجة الرابعة في موضوع التسويق، انك بتستهدف السوبر ماركت والبقالات وتجار الجملة وتجار التجزئة وتجار المواد الغذائية ومحلات الحلويات والمولات التجارية ومحلات المكسرات، كل دي تعتبر برضو من العملاء المستهدفين لكن بشكل غير الكتروني، يعني تنزل لهذا العملاء او هذه الاماكن انت بتعرض عليهم منتج بتاعك بشكل عملي. حاجة الخامسة، وضع اسعار منافسة في السوق اقل من المنافسين مع جودة للمنتج بشكل جيد. حاجة السادسة ودي برضو من الحاجات المهمة جدا، ان انت بتحتفظ بكل كافة التفاصيل التواصل مع التجار وجميع الاماكن المذكورة اللي احنا قلنا عليها قبل كده، وده عشان التواصل معهم بعد كده بكل سهولة. وفي طريقتين لبيع المنتج بتاع النهاردة. اول طريقة ان انت تشتغل تغليف بالكامل، يعني تجيب الماكينة الصغيرة اللي قدام حضراتكو. تاني حاجة هتجيب ماكينة تغليف، ماكينة تغليف بسيطة، دي ماكينة بتغلف كل حباية لوحدها في كيس منفصل عن التانية. تاني حاجة هتحتاج لماكينة تعبئة، ممكن كمان تكون ماكينة التعبئة بشكل يدوي، لكن انت هنا بتستعين باكياس بتكون طبيعها طبعا عند شركات مخصصة للطباعة، وبتعبي المنتج بشكل يدوي وبتغلفه بشكل يدوي. طبعا ده في بداية مشروعك، احنا مش عايزين نكلف نفسنا في البداية، زي ما قلت لك مشروع منزلي، مشروع من المنزل يعني بشكل كامل، فاحنا طبعا مش عايزين نستعين بآلات مكلفة وآلات كبيرة في الحجم. لكن احنا في الفيديو ده احنا هنتكلم ان احنا هنصنع بس الماكينة الصغيرة اليدوية او الكهربائية اللي قدام حضراتكم في الصورة من المنزل، وبإذن الله هنعبي منتجاتنا من اول 5 كيلو لغاية 25 او 50 كيلو كمان، عشان طبعا التكلفة بتكون اقل. دي طريقة بسيطة جدا اي حد ان هو يقدر يبدأها من بيته باقل التكاليف الممكنة، وهيبدأ ان هو يوزع منتج بتاع النهاردة على مصانع التعبئة والتغليف، ودول بياخدوا المنتج بالاطنان. كمان تقدر انت توزع على محلات التسالي وتجار الجملة. الحاجة الجميلة في مشروع النهاردة انه تكلفته قليلة جدا بالمقارنة بارباح المشروع. ارباح المشروع مش هقدر احددها لك طبعا، كل سوق يختلف عن التاني، لكن لو اهتميت بجودة المنتج وشكل التغليف والموضوع التسويق، فان شاء الله باذن الله يكون هذا المشروع من المشاريع المربحة جدا. ده كان فيديو النهاردة اعزائي المشاهدين، فيديو يعني يعتبر بسيط ممكن تنفذه من المنزل بهذه الآلة الصغيرة. في الحقيقة طبعا كنت كاتب رابط على اسفل الفيديو، لكن الرابط ما كانش شغال، فاضطريت ان انا احذفه وادور على شركة مصنعة لهذه الماكينة. لقيت بعض الشركات مصنعة لهذه الماكينة لكن بشكل مش يدوي،
لكن الحمد لله قدرت ان انا بعد 4 ايام الاقي شركه، وشركه محترمه جدا بتصنع هذه الماكينه، وبعت لهم ايميل على اسعار الماكينه والمواصفات الفنيه، فردوا عليا بعتوا لي كمان ان في ماكينه بموتور وماكينه يدوي بالظبط زي المعروضه في الفيديو، ويمكن جوده احسن كمان. بالنسبه للايميل اللي وصلني من الشركه، رقم واحد طبعا دي الحاجات المستندات اللي وصلتني من الشركه، وقدامنا دي اول حاجه الماكينه اليدوي، ودي بتعمل 200 كيلو جرام في الشفت الواحد. نيجي الماكينه اللي هي بالموتور، وبتعمل من 200 الى 300 كيلو في الشفت الواحد. انا احيانا مش شايف فرق كبير بينهم، خلينا نشوف الاسعار يعني. لكن في الطاقه الانتاجيه يعني 200 كيلو 200 و300 كيلو حاجات قريبه من بعض. دي الاسطوانات اللي انت ممكن تختار الشكل اللي انت عايزه منها، في اشكال كتير هعرض لحضراتكم دلوقتي جميع الاشكال اللي انت يعني ممكن تستخدمها في اشكال مختلفه كلها. ودي ارقام التواصل مع الشركه، الموقع بتاعهم هسيبه لحضراتكم في صندوق الوصف، ودي ارقام ممكن تتواصل معهم. بالنسبه للديزاين اللي انت عايزه، يعني في زي ما حضراتكم شايفين اشكال كتير جدا على حسب ما انت عايز، في حاجات مربعه طبعا، اشكال كلها مختلفه، واشكال دائريه. انت لو بترسلهم بتبعت اللي انت عايزه، رقم الديزاين اللي انت عايزه، هم يعني بيعملوا لك التصميم اللي انت عايزه. زي ما حضراتكم شايفين اشكال كتير جدا موجوده. نيجي للحاجه الثالثه، وهو عرض السعر اللي هم بعتنه لي. اول حاجه هنا بعتين الماكينه بموتور، السعر 1350 دولار. دي مواصفاتها كلها من السل ستيل وحاجات من النحاس، يعني دي اللي هي اول ماكينه بالموتور. الماكينه الثانيه اللي هي ماكينه اليدوي، لكن لازم ناخد بالنا هنا من غير الرول، يعني من غير الرول النحاس. الرول النحاس اسعاره تحت كلها هي من 560 الى 650 او 670 دولار، لكن الماكينه فقط ب 1350 بالموتور، الماكينه اليدوي 950 دولار. يعني برضو في مفيش فرق كبير منهم، حوالي 400 دولار بين الماكينه الموتور والماكينه اليدوي، لكن الاسطوانات النحاسيه كلها بتختلف على حسب الاشكال اللي انت هتختاره، تبدا من 560 الى 670. ده كان مشروع النهارده اعزائي المشاهدين، من المشاريع اللي زي ما قلت لك افكار المشاريع الصغيره السهله التنفيذ، تنفيذها في البيت بكل سهوله، وكمان تسويقه سهل جدا ما فيهوش اي مشكله، ان شاء الله هيكون من المشاريع المربحه جدا. ما تنسوش دعمنا باللايك والاشتراك، وكمان دعمنا الكبير من حضراتكم بالضغط على زر اللايك، دي حاجه مهمه جدا، وده عشان الفيديو يوصل للجميع. اتمنى لكم ان شاء الله دوام التوفيق في حياتكم العمليه. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.